اليوم كنأكد لأنكم شفتوا يعني المؤشرات ديال التنمية ديال بلادنا اللي طول اللي خرجنا بهم واللي غادي نمشيو بهم العام الجاي. اليوم كنأكد بأنه حنا كنخرجوا من الأزمة، والبداية قوية ديال الانتعاش الاقتصادي ديال الأسر المغربية وديال الاقتصاد ديالنا، وهذا شيء جد إيجابي. وما كنعاودش لكم خرافة، راكم كتخرجوا كتمشوا للسوق كتشوفوا كتدوزوا في المدينة كتشوفوا بان كاين واحد الرواج، كاين واحد الاقتصاد، كاين واحد لا كونفيونس اللي عاود رجعت في الاقتصاد، والناس كتستثمر والناس كتتحرك والناس يل ديبونس، وكاين واحد الحركية، وهذا راه شيء إيجابي بالنسبة لي أنا، أعتبره بأنه الحمد لله هذه بداية ديال الانتعاش الاقتصادي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.